جينا لفقرة الأسعار اليومية. النهاردة هنتكلم عن مزاج المصريين أو البن، فنجان القهوة اللي بعض الناس ما بتقدرش تبدأ يومها من غيره، واللي مع الأسف احنا بنستورد البن من بره بنسبة تتجاوز 97% من الاستهلاك المحلي. تعتبر تقول احنا ما عندناش أصلا لا زراعة ولا إنتاج بن، فبنجيب كل استهلاكنا شاكب راكب من بره، وبنجيبه بالدولار، الدولار اللي ما عادش موجود واللي بقى 3 4 5 6 7 8 اضعاف ما كان عليه قبل كام سنه. كيلو البن النهارده في بعض المحلات وصل 1000 جنيه، يعني بتمن 2 كيلو ونص لحمه. كيلو واحد بن بتمن 2 كيلو ونص لحمه. في الحاله دي بيحصل ايه؟ دايما لما الاسعار تغلى او بعض السلع سعرها يغلى مره واحده وما تبقاش موجوده، يبدا يظهر الغش التجاري والنصب. احنا في بعض كده الفئات من الشعب المصري ما بيقفش قدامها حاجة، لقى البن غلي فراح جابه بسلة ناشفة ونوى بلح وحرقوه وطحنوه وحطوا عليه روايح وباعوه على انه بن. وبالفعل اتباع في السوق حسب تصريحات بعض المواطنين 70,000 طن بسلة ونوى بلح. رئيس الشعبة يعلق على تداول بن مغشوش في الأسواق، رغم نفي رئيس شعبة البن السيد حسن فوزي للموضوع، لأن كتير من المواطنين علقوا على هذا الخبر، وإن بالفعل في أطنان من البن المغشوش موجود في السوق. عارف نوى البلحة التمر اللي أنت بتفطر عليه في رمضان ده؟ لما بيخش الفرن كده ويتحمص وبيبقى هش، بيطحنوه ويحطوا عليه بسله ايضا ناشفه مع شويه بن عشان الريحه والطعم ويعبوه ويبيعوه للمواطن. والغلابه بتشتري طبعا، انت لما تلاقي كيلو البن ب 1000 جنيه ويجي واحد يقول لك خد كيلو ب 300 400 او خد كيلو بن ب 200 جنيه او يتباع للقهاوي او يتباع لفرشه الشاي اللي موجوده في الشارع، ما حدش هيقول لا، والناس بتسترزق. المهم الريحه، يعني الناس اللي اشترت من البن ده قال لك والله ريحته بن، ده شاي بالمناسبة مش بن، قال لك ريحته بن لكن طعمه كأنك بتشرب، استغفر الله العظيم، شاي مشروب مرة، أو بتشرب حاجة كده لا ليها طعم ولا لون لكن ليها ريحة بن. السيد رئيس الشعبة قال لا ده مش صحيح، التجار قالوا صحيح، المواطنين قالوا صحيح، عشرات الفيديوهات والأخبار موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، والسبب ارتفاع جنوني الأسعار البن في مصر. والمسؤول بيوضح ان احنا مع الاسف بلد مستورده مستهلكه. كيلو البن 908 جنيه اغلى من اللحمه. ارتفاع البن في الاسواق، البن الحبشي المحوج ب 908، وارتفاع تكلفه النقل ونقص المحصول الفيتنامي. عارف انت كل ما تحصل مصيبه في حته احنا متاثرين بيها. روسيا بتضرب في اوكرانيا يقل القمح فاحنا سعر العيش عندنا يزيد. فيتنام عندها مشكله ما زرعتش بن فاحنا القهوه عندنا سعرها. اي مصيبه في اي حته في العالم هتيجي وتقعد على حجر المواطن المصري، لان احنا تحولنا لشعب مستهلك، بنستورد كل حاجه من بره وما عادش لا بنصنع ولا بنزرع بسبب فساد وفشل الحكومه. معايا فيديو لاحد المواطنين بيقول ان اسعار البن تخطى 3 اضعاف سعر كيلو اللحمه. نتابع. انا فنجان الصبح بس عشان بس بيظبط لي الحاله، يعني ورش الطوب ومصانع العربيات والكلام دوت، يبقى كل حد ليه مثلا في الاسبوع نص كيلو او كيلو الا ربع بتاع، بقى دلوقتي ربع كيلو الكلام دوت، يخف الاستهلاك خالص. بني لا، يعني بني ده يعني زيه زي الرز والسكر والحاجات الاساسيه بالنسبه للشعب. يعني مش في ناس في الشعب المصري فعلا البن بالنسبة لها زي السكر والزيت والرز، ما تقدرش تعيش عليه أو تعيش من غيره. لكن الحل الوحيد قدام المواطن هو تقليل الاستهلاك. اللي كان بيستهلك نص كيلو بن في الأسبوع دلوقتي بيستهلك ربع كيلو. اللي كان بيشرب 3-4 كوبايات قهوة في اليوم، كفاية القهوة أو التعميرة بتاعة الصبح وكده، إيه، كفى الله المؤمنين القتال. وده حال بلدنا مع الأسعار اللي توعدنا انها هتنزل وتبقى في متناول المواطن الفقير. لا الاسعار نزلت ولا السلع اتوفرت ولا حتى الحكومة حققت وعودها للمواطن.